الغرف التجارية عن طريق إنشاء مراكز لتسوية المنازعات في الغرف التجارية في مصر على غرار ما هو موجود في دولة الإمارات. في حالة إنشاء مراكز لتسوية المنازعات في غرف التجارة في مصر، هتؤدي إلى إن احنا هنحقق نجاحات كتيرة جدا، أفضل كمان من اللي موجود في دولة الإمارات، لأن بالمقارنة عدد القضايا اللي موجود في أمام المحاكم في مصر أصبح يمثل عائق كبير جدا، سواء من ناحية تحقيق العدالة أو سواء من ناحية حصول المتقاضين على حقوقهم بأسرع وقت ممكن. يعني المفروض أن يكون في مراكز خاصة بتسوية المنازعات التجارية داخل الغرفة التجارية؟ داخل الغرفة التجارية. مهمة المراكز دي بتتمثل في إيه؟ تتمثل مهمة المراكز في تسوية النزاعات التجارية بمبالغ بسيطة جدا تكاد تكون رمزية، 100 جنيه أو 200 جنيه رسم المنازعة، كأنها خدمة مجانية وقضائية موازية في نفس الوقت، كأنها خدمة مجانية أو خدمة رمزية تقدمها غرف التجارة للتجار لدعم النشاط التجاري والعمل الاقتصادي، تحقق في النهاية زيادة النشاط التجاري، تحقق في النهاية استمرار التاجر في ممارسة الأعمال التجارية. صحيح. في الوقت نفسه اللي أنا بكون قدام مشكلة رئيسية فيه، الشيكات اللي أنا للتجار بيسلموها نظير للمعاملة التجارية في التبادل التجاري، أصبحت قدام مشكلة النهاردة لما يكون عندي كتاجر يسلم شيكات تجارية تعثر، لما نتكلم في القانون لا نقول روح القانون بقى ان المفترض ان الدولة تنشئ او توفر للتاجر ايه الآلية اللي هي تساعده على ان يعيد جدول ديونه ويعيد ترتيب اوضاعه بحيث يستمر في ممارسة العمل التجاري. لو الشيكات دي كلها دخلت للشكوى في تسوية المنازع امام غرفة التجارة، يبقى بالتالي انا خرجت من النيابة العامة عبء كبير جدا من الشيكات وعدد كم كبير جدا من القضايا.